love you, Chilgepe. We adore you. You're gonna stay in our hearts forever and ever and ever. شويق ليل Chilgepe أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم أينما أنتم. إذا في الوطن أيامكم سعيدة، إذا أنتم في الغربة أيامكم سعيدة، وكل عام وجميعنا بألف خير. أعزائي، مرت السنة كأنها حلم ومرت بسرعة، وكان لنا في هذه السنة التي قضت كثير من الأشياء. أولها كان قبل سنة مثل هذا اليوم صلينا وطلبنا من الرب كثير من الأشياء، قسم منها تحققت وكثير منها بعدها موجودة، وأعتقد السبب هو لأن صلاتنا لم تكن قوية وكافية. لكن مع هذا نحاول كل سنة أن نصلي ونطلب من الرب أن يعم السلام في العالم أجمع، وخاصة وطننا العراق وسوريا وجميع الدول العربية والغربية والعالم أجمع. ونصلي في هذا اليوم المجيد إلى كل ظالم وكل قاسي أن تدخل إلى قلوبهم الحنية، وأن يعلموا أن الرب يستطيع أن يقسي عليهم، لكن يمكن هذا يكون لهم آخر فرصة أن يرجعوا إلى الطريق الصحيح والمستقيم. أعزائي، أيذوخن بريخة أمروخن هاو يريخة أخواثة وخثواثة عزيزة، هذه يومة إلى يومة بصخوثة، يومة دهيمة نوثة، يومة تسلوثة، يومة دمصلحخ، يومة مساعدة، يومة تدبركخ قامد مارن ودمرخ أنا إيون قوية أنا إيون زربانة كيفن تزالي الملكوثة لا الجهانة ومصالي تألها تدياولن قوة وعون تدهاوخ ترنبدلوخ بحيث تتبيشوخ بشطو وتهاوخ تطاوة تناشة وشواوة وهذا خمشي حمير هيو أنا مغفرن نوخن. طبعا كل أخا إلى حطايا وكلنا يوحد طاي لأن يوخ برناشة بس يبغى دمرت أنا إيو نمشي حايا. أعزائي، أيامكم سعيدة، وإن شاء الله تكون كل أيامكم أعيادا وفرح وسرور. ابقوا معنا لنكمل هذه الحلقة المميزة التي هي بمناسبة هذا اليوم العظيم، يوم رأس السنة المجيدة 2016. خواثة وخثواثة عزيزة، شتوخن برختة، وإن شاء الله كتشاتة المعريتون المعيدن أموخن بسلامة وبسخوثة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم. إذا أنتم ساكنين هنا في أمريكا وخاصة ميشيغان، أقول لكم أيامكم سعيدة وعيدكم مبارك، وإن شاء الله كل واحد منا ذهب عند أبوه أو أمه أو عند أخته أو أخوه
ليقضوا هذه ليلة رأس السنة هنيئا للجميع. في اليوم أول يوم من سنة 2016، اليوم هو 1/1/2016، اليوم يوم جديد لسنة جديدة مجهولة. في هذا اليوم أكثر البشرية يكون لهم طلب لنفسهم، وعلى الأكثر هذا الطلب يكون للقيام بعمل جيد أو الاستغناء من شيء غير جيد، مثلا ترك التدخين، أو أن يكون أو تكون أعزب ويطلب الزواج. وطبعا هناك في أماكن بعيدة يأتون الأهل والأصدقاء ويجمعون كلهم سوية، وهكذا قضايا كثيرة، هذا على نطاقنا الشخصي. لكن لنذهب بعيدا قليلا ونفكر في الوطن، ماذا نريد له ونطلب له في هذه السنة القادمة 2016. سألت ساري من الآيفون هل تصدقون ماذا جاوبت، وقالت الأخت ساري التي هي أذكى شيء على الكمبيوتر. قلت لها ماذا يكون مصير العراق في هذه السنة؟ قالت سام هذا شيء لا يهمني. عندما تسمع هكذا جواب ماذا تقول؟ طبعا أول شيء تتعصب، لكن بدون فائدة. تتعصب على من ولماذا؟ فكر مرة ثانية في هذا الكلام التي قالت، وهو أن العراق لا يهمني لأنها غريبة وتعبد الدولار. طبعا هذا بالنسبة لها صح، لكن يا عزيزي أنا أعلم وأنت تعلم أنه نحن العراقيين هم من يهمهم الأمر. وأرجع وأقول ما هي أمنيتك تجاه العراق؟ قبل سنين كنا نسحب حسرات وكنا نقول في السنة القادمة أذهب إلى العراق، الكل كان يفرح، طبعا كان يفرح لك ولنفسه. لكن إذا تقول اليوم أنا أمنيتي هي أن أذهب إلى العراق، الكل سوف يضحك بوجهك ويقول هذا ضربته حمى التموز. عندما كان يمشي في شوارع بغداد كان هناك أب عراقي سكن في أمريكا منذ سنين طويلة، والرب رزقه بولد. هذا الأب المسكين العراقي الأصيل الذي هو مثلي ومثلك، يوميا كان يجلس مع هذا الطفل ويقول يا بني أمنيتي أن أخذك إلى بغداد، أن أخذك إلى العراق، أن أسبحك في دجلة والفرات. وكبر الطفل والأب يوميا يقول له أتمنى أن تتزوج في بغداد. ومن هذه الأقوال سجل الابن اسمه ليذهب مترجم إلى بغداد. ذهب الولد إلى بغداد وتحققت أمنية الأب، وفرح الابن كثيرا. وبعد انتظار طويل انتهت السنة ورجع الولد من بغداد إلى البيت، أي إلى أمريكا. وانفرد به الأب وسأله ها ابني شفت ساحة التحرير؟ قال نعم. شفت تمثال 40 حرامي؟ قال الأب دير بالك هذول مو حرامية، لأن بذاك الوقت ما كان عندنا حرامية. وقال الأب هل مريت من أمام القصر الجمهوري؟ انحنى الولد وقال نعم باب. قال شفت أشجار النخيل؟ أقول لك ابني هذه مزروعة شتلة، مو مثلكم تجيبون شجرة كاملة وتغرسوها في الأرض رغما عنها ولا تعلم من رباها. هذه الأشجار التي شفتها في بغداد زرعناها قبل أن نهاجر، وجيراننا اعتنى بها بعد أن هاجرنا، وكان يعتني بها أحسن مني. وهكذا كثرت الأسئلة إلى أن كان آخر سؤال قال له أعرف يا ابني أزعجتك وأنت تعبان، وهذا آخر سؤال، وهو هل شفت بيت أبوك؟ لأني نطيتك العنوان ما يضيع.
هذا الفرع قلت لك يم هذا الدكان، تدخل عدل والباب حتى إذا مقفول المفتاح عند الجيران. حينها نزلت الدموع من عيني الابن وقال: بابا يا بابا، هذا العراق ليس ذلك العراق الذي وصفتني هو. عندما كنت صغيرا أنت أوصفتني العراق بالحق، كنت تقول خوذة الجندي العسكري هي شرفة، وأنا شفت في العراق خوذ كثيرة في شوارع بغداد يلعبون فيها كرة قدم الأطفال. وقلت لي يا أبي اذهب إلى أبو نواس وأكل مزقوف، وأنا رحت إلى أبو نواس وقالوا لي مع الأسف السمك مسموم. وأنت يا أبي قلت أحلى مكان البتاوين، كلهم أهلك وأصحابك. رحت إلى البتاوين قالوا هاجروا وانقرضوا المسيحيين. أنت قلت أطفال العراق محترمين مهذبين، لكن أصغرهم يركض وراءنا بالحجارة. أنت قلت يا أبي هندسة وبناء، وأني ما شفت ولا عمارة، كلها ركام. أنت قلت الذي لا يرجع إلى العراق عمره خسارة. أنا لم أرى في العراق إلا مشردين في الحارة. حينها بكى الأب وقال: يا ابني، عندما أموت خذ عيوني وأنظر إلى العراق كما أنا رأيته، كم كان جميل. أنظر إلى العراق في عيوني قبل أن يدفنوني. عندها قال: لا تحزن يا أبي، أنا الذي أتأسف على ما رأيت عيوني من خراب ودمار وفقر وجهل وقذارة، لكن أهم شيء العراقي لحد الآن يقول العراق للعراقيين لا للحثالة. أعزائي، في هذا اليوم ليكن طلبنا وأمنيتنا أن نزور العراق، أن نسمع أخبار جيدة عن العراق، وأن نقول حررنا بيجي، حررنا الرمادي، حررنا الموصل، ويرجع ابن عمي بشار ويسقي ورودة في تلكيف، ويصيد سمك في الخوصر، ويرجع عمي بحي ويعمل طاحن في تلكيف، ويرجع أبونا ويكرس في كنيسة تلكيف، ومنها إلى جميع القرى المهاجرة وإلى جميع أنحاء العراق الحبيب. سنة مباركة وكل عام وأنتم بألف خير. حاول أن تنسى كل شيء وتبشر بالمحبة والخير. اسم الله على اسمك يا وطن، يلطاهر ترابك، لا يهمك اش ما دمروا، واصبر اصبر اصبر على مصابك. اسم الله على اسمك يا وطن، يلطاهر تراب ما دمه، واصبر اصبر على مصابك.
شعبك يحبك يا وطن، وما تهمه لو عاد ومحن، عندك رجال، عندك رجال تنتخي وتضمد صوابك، اسم الله على اسمك يا وطن يلطا ترابك. أعزائي المستمعين، سنة مباركة إن شاء الله، وكل عام وأنتم بألف خير. كل سنة يزيد من عمرنا سنة، وكل سنة مختلفة عن بقية السنين الماضية التي عشناها. قسم من هذه السنين كانت في طفولتنا، وقسم في وقت شبابنا، وقسم من هذه السنين التي مضت عن قريب ولحد اليوم إلى سنة 2016. على طول أقول لنرجع إلى الوراء عدة سنين. عندما أقول هذا الكلام قسم من السامعين فعلا يرجعون إلى الوراء، لكن مع الأسف لا ينظرون وراءهم بعيدا، ولهذا يتعثرون ويسقطون، لأنهم نسوا طفولتهم، نسوا الشوارع التي لعبوا بها قط وبلبل، نسوا الخرابة التي كان يلعبون بها مشهوي، نسى الصارج الذي كان يلعب فيه قاع وقاع، نسى السطح الذي كان ينام عليه طول الصيف، نسى المزارعين الذين كانوا يجلسون أمام أساس قرعية وكلهم يلفون سيارهم من كستة واحدة، نسوا الجدرية التي كانت تتجول من بيت إلى بيت، نسوا جدة مسكنتي وجدة جورجية. وهكذا عندما وصلوا إلى هنا خسروا ذاكرتهم، تسلم عليهم يقول لك excuse me، تقول له شكرا يجاب ويقول لك thank you، تسأل على أخوه أو أبوه يجاوب يقول لك I don't know، وقسم يجاوب ويقول I do not care. عزيزي المستمع الكريم، وخاصة أبناء الجالية، هناك مثل يقول الذي ليس لا قديم ليس له جديد، والذي ينكر أصله وليس أصيلا ولا ابن الأصل. الشيء العجيب هنا إننا تغيرنا كثيرا، الشيء العجيب إننا نذهب نحو الأسوأ كل سنة. كل سنة لدينا قضايا عجيبة رهيبة في أن تجعل منا ناس كليا مختلفين. كان الذي في القرية يعلم كم نفر في القرية، وكم شارع في القرية، وكم حجر في القرية، والذي كان في المدينة كذلك نفس الشيء. كان نافيجيشن، تسأل وين فلان يقول روح على اليسار واذهب إلى اليمين وعدل، وهناك بيت فلان وأبو فلان وجيران فلان وابن عم فلان وابن خاص فلان، وإذا أنت شوية غشيم مثلي كان يقول لك أنا أوصلك، وإذا كان صاحب سيارة وتسأل وين بيت فلان لا يضيع وقت ويقول لك اصعد، ويقدم لك سيجارة وشرس وشيبس وهو الممنون، ويوصلك إلى المكان اللي تريده. ماذا حصل إلى مناسباتنا؟ ماذا حصل إلى تعاوننا؟ اليوم نحن كل واحد وحده وبس، وهذا هو الخسران، لأن هذا البلد من بدل بلد الحرية والديمقراطية هو بلد الوحدة. هذه ليست وحدة وحرية، لا، هذه أنه أنت وحيد. تعرف ليش؟ حتى لا تتداخل في السياسة، حتى لا تستطيع أن تجتمع، حتى لا تستطيع أن توحد جالية. طفل لا تستطيع أن تسيطر عليه هو المسيطر بسبب تعاليم المدارس. شاب نفس الشيء يقول لك This is America man، والكل تعبان ولا واحد في أمان، في الشغل تعبان وخايف، في الشارع نفس الشيء، في المناسبات نفس الشيء. أين هي راحة البال التي كانت هنا عندما كنا في 7 مايل؟ كنا بعدنا عراقيين
وكل سنة مثل اليوم رأس السنة نقول سوف نتغير سوف نتعدل. وشيء حزين وحزين جدا كنا نقول إن شاء الله في السنة القادمة سوف أذهب إلى العراق، أذهب إلى الوطن، أكل سمك في البصرة وتمر في بغداد وتأكل حلاوة في الموصل وطاحن عيراشي من تل كيف وتشتري حصيرة من باطنايا ولتشك من بقوبة وبطل عرق من تل سقف ويشماخ من القوش وخوخ وعنب من دهوك وتين وبطم من السليمانية وشل وشبك من كركوك. وأنت في الرجوع تقف وتقول نسيت أن أذهب إلى جسر دلال في زاخو، وحينها تقف على سد الموصل وتقول ما شاء الله هذا السد الذي أنا وأنتم نتذكر كم قرية هدمت، كم مزرعة سلبت، كم عائلة هجرت، آلاف وآلاف من الدونمات والفلاذين أخذت، وقالوا هذا السد يكون معشر خير وسوف نسقي منه ملايين الفلاذين والعنب والتفاح والخوخ لا نستورده من لبنان بعد الآن. ماذا حصل؟ هذا السد الذي على أساس يكون أساس نجاح الزراعة في الوطن اليوم هو كارثة وكارثة كبيرة. من بدل أن يسقي سوف يغرق ويدمر ويقتل ملايين، وهنا يتفرجون ويسحبون النفط بسرعة قبل فوات الأوان ويموت البلد في الكامل. ماذا أقول لكل هذه السنين التي مرت؟ ماذا أقول في كل رأس سنة؟ السنة الفاتت والماء الذي على أساس يسقي الزرع، الماء الذي في النهر الذي كان يضرب به المثل، الذي عندما تسمع باسم قلبك يخفق ويدق بسرعة وتقول الله يخليك، هذا دجلة أخو الفرات الذي يجري واحد بصف الثاني كأنهم خوات ويتمتع به كل الأخوة والأخوات. هذا الماء العذب اليوم يبكي على جثث الشهداء التي سقطت فيه. ماذا أقول لهذه السنة، سنة 2015 التي مضت؟ هل تريدني أن أذكرك ماذا حدث في هذه السنة الماضية؟ لا أستطيع أن أذيعها لكم ولا أنت تستطيع أن تسمعها، وكل هذا لأننا كل سنة نبتعد عن بعضنا، نخسر بعضنا. صدقوني هذا البلد لا يريد أن نكون متحدين مجتمعين لأنهم يخافون منا، وهكذا فرقوا جميع أبناء وطننا كانوا كلهم أخوة، اليوم هذا كذا وهذا كذا. أعزائي المستمعين، في هذه السنة لنصلي ونطلب أن نكون متحدين متقاربين متعاونين. وفي هذا الموضوع عندي لكم قصة جميلة، وأولا أقول يا هلا يا هلا بكم، يا مرحبا وألف تحية وسلام إلى جميعنا. ونحن اليوم في استقبال سنة جديدة، سنة 2016، أي هذه 13 سنة، ووطننا كل سنة يريد أن ينهض ويسقط، يريد أن يتنفس ويختنق، يريد أن يمشي ويتعثر، والسبب هو لأننا متفارقين غير متحدين، لأننا غرباء ليس وطنيين. والقصة هي يا عزيزي الذي أنت تريد أن تكون وحيد ولا تحاول أن تكون قريب إلى أخيك. أعزائي، كان هناك رجل ذكي جدا ووطني، كان يحب الشعب كثيرا، وكان يحاول أن يعلم بأن يكون الكل متحدين متعاونين مساعدين لبعضهم البعض، لكن بدون جدوى. كل واحد منهم يقول أنا أستطيع أن أعيش لوحدي، وهكذا خسروا الكثير، لأن الاتحاد قوة والانفراد ضعف. حينها نادى الذكي كل شيوخ العشائر وعزمهم عزيمة محترمة على الشوربة، وقال عندهم وقال لهم بعد الشوربة هناك قوازي. وعند الجلوس شاف هذا يدفع هذا وهذا يدفع هذاك، عندها
سمعوا عليه واتفقوا أن كل واحد منهم يجلس بعيد عن الثاني مسافة متر. عندها صاح الخدم وأعطى ملعقة لكل واحد من الشيوخ، الملعقة طولها متر. وبعدها قام الخدم بوضع الشوربة أمامهم، أمام كل واحد من الشيوخ وضعوا معون شوربة خاصة به، وقال الذكي: تفضلوا يا أخوان اكلوا قبل أن تبرد الشوربة، وهذه الشوربة فيها لحم كثير، لحم غنم. وفعلا كانت ريحة الشوربة شهية جدا، وكلهم كانوا جوعانين كثيرا، وشرط عليهم إذا لا يأكلون شوربة أولا لا تقدم لهم القوازي المحشية جوز ولوز، وقال: اليوم يومكم، اليوم رأس السنة، ونريد أن نحتفل بها جميعا سويا، متحدين متعاونين لا منفردين. طبعا كل واحد منهم عد الشواربة وأخذ الملعقة التي طولها متر، وأخذ الشوربة من الماعون وعبى الملعقة وأراد أن يوصلها إلى فمه، لكن بدون جدوى، وحاول مرة ثانية وثالثة لكن بدون جدوى، وهكذا ساعات ولا حدا منهم استطاع أن يوصل الأكل إلى فمه، ولا حدا ذاق الشوربة. حينها نادوا وقالوا للرجل: أنت مجنون، أنت غير عاقل، أنت مستحيل اسمك ذكي، كيف نستطيع أن نأكل هذه الشوربة والملعقة طولها متر؟ مستحيل أن إننا نستطيع، وطبعا إحنا جوعانين. حينها قال: هل رأيتم كيف كل واحد يريد أن يشبع نفسه وبس، يريد أن يأكل هو فقط؟ أنتم هنا مئات الشيوخ، ولا واحد منكم لم يفكر إلا بنفسه وبس. إذا هذا أنتم، كيف يكون أولادكم وأبناءكم وأبناء عشيرتكم الذين هم يتربون على أياديكم؟ حينها قال: الآن أبرهن لكم، إذا كنتم متعاونين كلكم سوف تأكلون مواعينكم وقوازيكم، وجميعكم تشبعون وتحمدون الرب، وتكون قدوة للجيل القادم وللعالم. عندها قالوا: نتعاون، نتحد، ماذا تريدنا أن نعمل، نحن جوعانين. حينها قال: كل واحد منكم يأخذ ملعقة من الشوربة التي طولها متر، وتوكل صديقك وجارك وأخيك الذي جالس بصفك أو مقابلك، لأنه بعيد عنك مجرد متر واحد، والملعقة طولها متر واحد. وهكذا كل واحد وكل الثاني الذي بصفه أو مقابله، وأكل الجميع وفرح الجميع، وهكذا أكلوا قوازي وهم فرحانين لأنهم متعاونين، وزادت الصداقة والتقدم، وربوا جيل جيد جدا. وهذا كان، هذا جيلنا نحن أمامكم الذي نحن نعيش الآن اليوم، وهؤلاء الشيوخ هم آباؤنا وأجدادنا. عندما سافرنا قالوا لنا: ابقوا عراقيين، ابقوا متعاونين. لكن مع الأسف عندما وصلنا هنا قلنا لهم: الذي لابس شروال أو قباية ينزع ويلبس بنطلون، الذي لابس يشماخ ينزع ويلبس شفقة، الذي لابس خاشية قلنا له عيب، والذي كان جندي بطل وبيدة بندقية حتى يقاوم الأعداء قالوا له: بدل البندقية ارفع علم أمريكي، لأنك يجب أن تتأقلم في هذا بلد الحرية والديمقراطية، والصدقة مالتك تنزل في بريش كارد يومية، احسب كم أولادك يدفعون تاكسات، وبعدهم يقولون: اجيتم بلية 24 ساعة عايش على أعصابك، ارتاح، ريح نفسك شوية. ماذا حصل في حرب الخليج الأولى والثانية؟ مو أنت كنت تلوم حرب القادسية؟ لم يبقى لا نبي يونس ولا عشتار ولا الحدباء
ولا الملوية؟ بكم عراقي غدر حزبك اليوم من بين 70 حزب؟ نسيت من كفرت بالبعثية؟ يراد لك حرس تروح من بيتك إلى بيت أخوك الذي ساكن في الجادرية؟ صدق من حكيت وقلت مو رجال الذي لا يلبس عسكرية. من كثرة الصواريخ ذهبت وغادرت البيت، لكن صاروخ نزل في ملجأ العامرية. دير بالك في هذه السنة يجي لك بنت تسميها باسم أمك، حياة أو حنة أو صبرية أو حسنية. ديري بالك لا تصحين على بنتك، راح تقول مام مامي بس كافي عاد، هذه أمريكا مام، مدرستي مو مستنصرية. وهكذا أكثرنا ديموت، لو هو واقف، لو هو نايم، لو هو جالس على الكرسي، ماكو ولا سبب، يمكن حسرة أو ستريس أو مجرد سكتة قلبية. تفضلت على الهواء. هلو. مرحبا اخ سام. اهلا وسهلا. معك فارس حكيم، شلونك؟ اهلا عزيزي، اهلا بشينا بشينا بطوافه. يا هلا بعزيزي. تفضل تفضل فارس سام. كل عام وانتم بخير والجاليه الكريم بألف خير ان شاء الله. وانتم الجميع جميع وسط خير وسلام ومحبه للبشريه اجمعين، وينعم بلدنا الحبيب بالسلام والامان، ويعود اهلنا المشردين الى بيوتهم بالسلام والامان. شكرا عزيزي، شكرا. لو تسمعني يا أخسام، عندي أمنيات للجالية الكريمة ولشعبنا العزيز بمناسبة حلول 2016. تفضل مايك. Thank you. وهي باللغة الإنجليزية، أحب أن أقرأ على مسامع المستمعين الكرام. تفضل. Thank you. Let's not forget to pay thanks and homage to baby Jesus for coming into our lives. Let's prepare ourselves to welcome him warmly into our hearts. Let's pray to Lord Jesus to bless us this Christmas with peace of mind and teach us to be patient and always to be kind. Let's pray to baby Jesus for tranquility, peace, love, and delight to prevail all over corners and sides. Let's pray to baby Jesus to disperse the dark clouds hovering over our homeland skies. Let's pray to our Lord Jesus to inspire the superpowers to stop the wars and tell them suffice is suffice. Let's donate money, clothes, medicine, and food to put an end to our people's tears and cries. Let's pray to Lord Jesus that the year 2016 will be a year of peace and happiness to all human beings' lives. Merry Christmas and Happy New Year to you all and to your families. فارس حكيم، واشكرك جزيل الشكر إن شاء الله. شكرا شكرا عزيزي، شكرا شكرا. طبعا أخونا فارس بوشمي على الخط، بوشمي على الخط.
طبعا كل الكيبي كذا وكل خونا كذا انه انا وفارس واخو اصدقاء محلة واخو بنفس المدرسة واتيغذا مع حكيثة كلش 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 كبيرة يعني بعجبه اخو ولدي مؤلمة جدا. طبعا فارس الى برد محسد عم مصليو الى قورة خلته فيكتوريا كبيشن بجابرو صحيح فارس ولا لا؟ صح اوكي. بجابرو وآخر من زمان يعني من يمكن 40-45 سنة وأنا كذا كل أخن إثوى الأخن أوراق إثوى بأخن ثلاثته والأمريكا من دو وقت يعني قبل 40-45 سنة وأنا بالضبط بالضبط بعد تاي تاريخ كلش قويل وأنا من شمية من ثياتي من محسيد بابوخ أمرنا عم مصليو إذا تلزالو خل أمريكا هل فيزت فارس طالي تزالي أمر والي قليت إبزال أختامة بضيعت إبزال أختامة حتى جودية الكل تنانة آخر زي ما جو آخر بتلكيب إغزي ما يعني ما بستنانة ما زرانة ما ناشي ما ألام حاسيلة وبعدين أمرن عم الصلي وأخني كل نزيلو غزانة الأمريكا آيت ما زي وذي أمر قليت بخلصة تلكيب بزالي بطناي بخلصة بطناي بزالي تسقوبة بخلصة تسقوبة بزالي الألقش وهرب باش البطولة من ديت كيف انت منه اخونا فارسك شكرا لك كلش كبيرة وكيف انت من تنم حسيت بابوك انه فعلا فعلا تلكيب زل البطناي وبطناي زل الالقش والقش زل البطولة وكل علمة الى جيرة وشكرا لك كلش كبيرة. طبعا اخونا فارس الى كاتب كتاب ليرن سورث كتاب محترم جدا لازم كلنا تنم شجعوه لانه الك مولب شباب دي سورة وانا بشوله ومكتب على الاكثر كبيره قاعده كمشاقن امد شباب دي كمريلي ميل كلب كيبا ميل قخته ما كمرنا يا ول هيش السامع لير سورة وكياونا كثاوه من داي كثاوه ديوخ دي فعلا بركاته طاهر مكتفر بقاعده كلش كبيره وشكرا شكرا جزيلا عزيزي شكرا وشاتر معيدة بسلامه وبصحوته وكم بركنخ شمالي براتكم طالبيلا ألف مبروك ويوم البت تمام وشكرا إشراف خاز يلي ويالدخ يلي أخوانا عزيزة تاكي عزيزي تاكي الشعبي ومنوني إن شاء الله كل شيء تتب خير وصحة وعافية أم آيت وعائلتك كل عام مديا إن شاء الله أشكرك عزيز شكرا مع السلامة أوكي باي باي باي. Today marks the beginning of a new year, a chance to look at the world afresh and to step into the new day. The new year is a symbol of renewal, and on this occasion, we shall clear our thoughts and refocus our energies on this day. Let us take a moment and just breathe. Pause in what we're doing and set aside where we've been and where we're going. Let's pour down the blessings upon our friends, relatives, acquaintances, and upon our enemies. Assist the poor and sick. Soften the hearts of sinners so that they may return to friendship and love. Give prosperity to our country and peace among the nations of the world. The past is behind us. Now and yesterday is but a memory. Let's come together as a family because together we can do anything. طبعا عيد شميل اخر حسا وبراتي كريستال وبات مناسبة كريستال this song is for you and for Marvin and for 4 years old happy new year honey and thank you very much عدستش قلقياني ولبي ودمي
وما خليا كاتوش مال دبن تشمي عدس كشقل نقياني ولبي ودمي ما خليا كاتوش مال دبن تشمي كبنا بشكابر من بابي ويمي كبنا بشكابر من بابي ويمي اكادت ونوقع من بحسب كمي اكادت ونوقع من بحسب كمي نخلي طالي بيثا وشويثا دار نريش وريش اخلخ ذا استاذيثا عيني خلي طالي بيثا وشويثا دار نريش وريش اخلخ ذا استاذيثا قبل اخ بدم خنبالي ولبيني خا قبل اخ بدم خنبالي ولبيني خا لبي قال اخنا ونبي خا يوميثا لبي قال اخنا أعزائي المستمعين سنة مباركة وطبعا شوية بدلنا الأغاني لأن إن شاء الله السنة القادمة تكون سنة مفرحة. أتكلم اليوم بمناسبة حلول سنة جديدة، هذا الكلام خاص بالجالية، وأول شخص مقصود هو أنا وأريد مشاركتكم. الموضوع هو نحن بشر والبشر ضعيف. لا أقول لك ماذا فعلت وماذا بدعت في حياتك الخاصة لأن هذا شيء عائد لك، ولا تنسى نحن حساسين كثيرا في هذا الموضوع لأن الأمي الذي فينا من تكون الحديدة حارة يقول أني أحسن محامي وهكذا، لكن نريد أن نتكلم بصورة عامة وأقول لكم كل واحد منا هو يمثل الجالية. لنطرح موضوع، وأنا ليس لي مانع أن يكون موضوع أسبوعي في هذه الإذاعة تحت عنوان الجالية، أي نطرح مشاكل الجالية، وهناك ناس طيبين كثيرين في الجالية يساعدوننا في حل مشاكلنا وزيادة ثقافتنا وقلة أخطائنا، لنتعلم من السنين الماضية ما هي أخطائنا، لماذا بعدنا عن بعضنا، لنكون متحدين. الاتحاد يقوي الضعيف ويزيد القوي قوة، أما الانفراد هو ضعف، حتى ولو كانوا آلاف تكون ضعيفة. ألا تتذكرون العصا المنفردة كيف تكسرت والحزمة القوية، الحزمة قوية لا تنكسر. لا تزعلون مني إذا أقول العراق كان حزمة من العراقيين، لأن الرئيس في أكثر خطاباته كان يناشد الاتحاد ونجح لأنه كان اتحادي ووطني وربى جيل باسم الاتحاد الذي كان الاتحاد الوطني العراقي. ماذا تريد بعد ليكون لنا هنا الاتحاد، الاتحاد الجالية العراقية الوطنية؟ لا تفهمني غلط، هذا ليس حزب لكن ليكن اتحاد في الأعمال والأفكار والاستثمار فيما بين أبناء الجالية. عزيزي كان لنا كثير من الصفات الغير جيدة وقضينا عليها، وهناك كثير منها بعدها موجودة ونحن الوحيدين نستطيع أن نقضي عليها، وهذا لمصلحة الجالية، أي لمصلحتك ومصلحتي ومصلحة الجميع. مثلا بعيد عن السامعين، الوفاة كان عندنا الميت يموت أهله عدة أيام ويمكن أسابيع، والسبب كان الميت يوضع في الصندوق ومطروح أمام أهله عدة أيام وهم يموتون مقابل وهو لا أبالي. طبعا أنا أحترم العادات والتقاليد التي كانت عندنا، لكن الزمن تغير. هل أنت تبقى راكب على الحصان طول عمرك؟ لا، أركب سيارة، أركب طيارة، حتى سفينة فضائية، ليش لا؟ الذي يركبها ليس هو أحسن منا، وهكذا قضينا على هذه الصفة بأحسن صفة وهي الكل معزز مكرم، نصلي للميت وكل شيء على طريقة حديثة تسير مع الوقت المعاصر. أعزائي اليوم هذا رأس السنة، وهناك شيء ثاني مهم وأهم من الأول وعكس الأول تماما، وهو الفرح. أتمنى من الجالية أن تكون سعيدة وفرحانة طول عمرها، وهذا ما يفرح الجميع. مناسبة الفرح وخاصة الزواج مكلفة كثيرا كثيرا وبدون معنى. كلام جميل وحوار مثقف
وسؤال وجيه بيني وبين أخت مستمعة صديقة البرنامج، قلت لها لماذا ابنك بدون زواج؟ جاوبت وبحزن وقالت المصاريف، مصاريف الزواج. عقدت أجاب ودخل الخوف إلى قلبه، لأنه لا يستطيع أن يصرف مثل ما صرفت أختها أو أخوها. أعزائي الذي عند بالعافية، لكن المشكلة هنا الذي عند والذي ليس له، لازم أن تكون الحفلة نفس الشيء كذا آلاف وآلاف هدرا، وهذا مجرد تباهي وقلة عقل كما حصل لسنين قليلة في البيوت، وكم بيت انهدم وانهجم في سبيل الكل راد يطير إلى أماكن واشتروا بيوت، وغطاء المورجج هو ليس خيمة ليحميك حماية، لكنه غطاء من سمنت إذا لا تدفع يسقط على رأسك وينزلك إلى تحت الأرض. ولهذا أعزائي أبناء جاليا، لنسحب اللحاف على قدر رجلينا، وأن الكل يفكر في هذه المواضيع مثل موضوع الزواج والمصاريف، وهكذا بمساعدة الكل إذا نقضي على مشكلة كل يوم فتقل عندنا المشاكل وأحوالنا سوف تتحسن. وهذه فرصة وطلب لهذه السنة الجديدة بأن الجالية أن تكون خالية من الشوائب والمصائف في هذه سنة 2016. وفي هذا الموضوع أرجو وأتوسل إلى كنائسنا، هم المذياع، هم المنصة، وهو على استعداد أن يساعدنا في كل مشاكلنا، ليكن طلبنا أن نكون عراقيين كما كنا، مشهورين بالحكمة والبساطة والذكاء. وأي واحد من أبناء الجالية عند أي تعليق، نحن آذان صاغية إذا على الإذاعة أو فيسبوك أو لقاءات أو تليفونات، وهذه إذاعتكم منكم وإليكم. وعلى طول أقول يا هلا يا هلا بكم، أنا سامي قسطو أخوكم يحييكم من هذه إذاعة صوت الجالية، وكل عام وأنتم بألف خير ومحبة واستقرار واستثمار، لأن سنة تمر كأنها حلم، وإذا نبقى هذه السنة على نفس الحال فإن نخسر الكثير والوقت يجري وليس له بديل. وشكرا. تفضل على الهواء. هلا اخواني، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، مشينا شاد خبرتك وشاد معيتك بسلامة. شكرا على موافق له اولو صحه وعافيه. شكرا شكرا، اهلا وسهلا. تبرخت كلنا ناس يا مريخ كلكم. و صوت قصه، انا خاطر، انا خاطر سهام وقورا سامي السما ويانا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، هذا حسيت سهام دخي وصحه تغدخي. يا لبلاو اخواني، على شوق لك، على موثق لك. اوكي يا بعد اخوتي ولا لا برنامج خليه. شكرا خليك بحكي اخوني، على شوق لك. شكرا شكرا خالد علي، طبعا خبرت اخوتك جاي. بشينا بشينا بشينا. طبعا طبعا ايله خاتي سهامه الى قصه قصه مدللته، وخاصه انا ايون مدلل خاتي سهامه الى طبعا انبلت بقلتي، لأنه محسيت بابي يمي كم قارا لبشمي ميرا اتن سامي لازم تاولا سهامة. سوى سهامة خاضة عرستة كدواب قاوت الكيبة، يعني مش هدنو على مندي دي، مش هدنو على فستان لوخة مندي أمراو ألها شاوق لوخ اتن كل مندي آخا أخني ليوخب حاجة إلى بسياثة دي يوخن دي لاب أمريكا. شكرا خاضة سهام، طبعا إذا أخن بريخة إلى كل تيو جابت خاتي سهام وديوخ كل جابي اللي يخني كد مناسبة كتوخ بخبيثة أخواته وخثواته أخواتي وخثواتي عزيز كلهم إذوخر بريخة وشتوخر برختة. وشكرا سامي سمى قرد خاتي ودي مناسبة وجابي ولها شاوق لوخ وشاوق يالوخ ولها مدم لوخ، وطبعا إذا بريخة كل شماء عزيزة على شاوق لك، على موافق لك، على أولو لك صحة وعافية. شكرا شكرا، باقي بكيف إيش. شكرا على السلام. Thank you جداً، برنامج خلية دك ما حكيت. شكرا خافي شكرا. خاصة كما ما حكيت رات التلكيف. شكرا شكرا. التلكيف ما خلية. شكرا على السلام. شكرا باقي بكيف إيش كله. شكرا. Thank you. اتفضلوا عنده الهواء.
شلامة من الغباب بشينا بشينا الطوافة عادتك وبرختة بشينا اللخ البيضة فماشاتك وبرختة داود بسيمة وشاتت كل ناس كل سوريت وبرختة شكرا شكرا وإذا كن بريخة بس طبعا بس مير تقديم ختانة نسيحة يعني شكرا شكرا جزيلا أيه. شكرا شاتك وبرختة وإن شاء الله شتوهم كله خطويا باش مشات تفتله لانه غزيلان كبيره وقانا غزيلان كبيره حزن غزيلان كبيره قضايا لوخه ابدا متوقعين واخني طبعا كل شاته كمروخ ان شاء الله شاتت اثيبتو بشتو لكن اتن امود بلها انه اث شاته فعلا 2016 تتو بشتو من داني ان شاء الله ان شاء الله دواوه دواوه كلش كلش عار وعذر طلب جيبك اخوي نعم تفضلي انا كبن ايك ساود ملوك بالسورس تدللي تدللي وكمان تليفون داي شاعر تدل الموجود شاعر بين موجود. وانا يمكن اوكم او يوم دم ودلي شاعر بانجليزي نعم. يمكن اوكم ناقد لي يعني الى اخونا الى اخونا عزيزة يعني عاجب لك كبيرة يعني انا ما يخالي فارس يجوز او بشتوئل مني انا اول محاوله والله اهلا وسهلا كدخ انت شطاره دي ولا شو حطالك كدخ الى ويلي ذكاء دي كودن عربي وكودن بسوره اي قيله قيله اهلا وسهلا قيله بس انجليزي محاولات بقوا انجليزي بس اخونا فارس الى بشماخ واذا اعود لها بالمنطيل الطالخ انا منطن الطالخ اهلا وسهلا زين وتليفون دي يخذ يا ولد الطالح من جورج عربو ما يخالف تدلل وانا هم لك كذا تليفوني واصل هم كبن كساوي ان شاء الله ان شاء الله طالب وتأيخك اخني بخدمة لانه الى يعني مو مجرد انه الى كتاب بس الى كخدمة انسانية وخاصة انت يعني الى خمندي لا خليله فكرة بقى يعني انا كبيرك يا عونك ردت اخونا فارس دقم لبث مندي ولو دم طول بقى تطلشن لكن اقطاوة الى خمندي ثمين اللي خمندي تتاوى بقاو التاريخ يعني اخلي لك مستهلوخ تتاوى لانك ثاوى تتاوى دري بقاو المكتبة بحيث ايمن انا يالي ويالدي يالي تزال المكتبة تدمرنا اي لتلكبناية ديا اي لناشة ديا دكم ماوض لأثمندي وطبعا الى مشكور جدا وانا خمندي خنك طلب من اخونا فارس انه تكيب جوينج تتهاوي لك ثوانا بشكابر وبشكابر وبشكابر ومو بس اوى كل خامن جالية ات اي خمندي اي يعني الاخ شو حطالي كده خيل ولا عقل خشكل مثلا انا اتي وهسب استثمار اخنا ات بشعر خنا كده خد مواهب مواهب الى مواهب واخري واخري مواهب ديا خاطة عدست الى كل مواهب ديا الى كل طميرة بس كبالا خات ثلاثة تنا بخلا الى اخوات تقط خفيف القلي بس مبخلك بال الدهوة خوثي اخنا اتن كبيرة ناشي الى كل دهوة بس مع الأسف أذهب إلى طميرة بس حان الوقت يعني it's about the time to do whatever we can do that we couldn't do it before or at least we couldn't do it over our country أنا مهدين التآي فارس شكرا خمقت عزورة من شعر السورة أنا عربي كلش بيرفكت الحمد لله وشكر بس سورة تسيوى للأمريكا بديلي سورة فخم مقطع زورة لا خافة بس دقيقة بس دقيقة حمول حمول أتي أتي دقيقة أتي تليفون خلنا دقيقة حمول دقيقة حمول حمول بوش على الخط لأنه أتي تليفون خلنا إذا long distance so بوش على الخط و I'll get back to you hold on one second hold on تفضل أنتوا على الهواء هلو نعم معك الأسيس مصطفى عيد وديع عبد المسيح أهلا وسهلا بهنيك يا أخي سام وبهني كل القرية العربية في ديترويت في ميشيغان بعيد الميلاد المجيد وبالسنة الجديدة شكرا وأصلي للرب أنه يشمل الجميع بالسلام والبركة والفرح عندي بس كلمة صغيرة اتفضل اتفضل من الكتاب المقدس لو تسمح لي اتفضل من رسالة بطر تأمل صغير جدا بمناسبة هذه السنة من رسالة بطرس الرسول الثانية إلى الإصحاح الأول ومن عدد 2 يقول كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لدى كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصير بها شركاء الطبيعة الإلهية
يبارك لنا رب كلمته. شكرا شكرا. هذا العدد أخي سام، نعم، الرب بيتكلم عن طريق الروح القدس على لسان خادمه وتلميذه بطرس الرسول عن المواعيد العظمى والثمينة لكل من يتبع يسوع المسيح. نعم. أي ديانة من الديانات اللي في العالم الآن، إذا أي إنسان عمل كل الفروض وكل الطقوس وكل الصلوات وتسأل الشخص ما مصيرك بعد الموت، يقول الله أعلم. نعم. لا يعطيه دينه ولا الطائفة اللي هو بيتبعها يقين الحياة الأبدية إلا في المسيحية، إلا شخص الرب يسوع المسيح. ولذلك بسأل شخص في مرة، بقول له لو ذهبت إلى مطعم أو إلى مصنع وطلبت من صاحب المطعم وقلت له ماذا سأفعل، إداك خطة العمل وقال لك تيجي من الساعة 8 لحد الساعة 5 وحتشتغل كذا وكذا. نعم. ولو سألت هذا صاحب العمل متى ستعطيني إيجارا أو أجرا آخر الشهر، هيقول لك الله أعلم، أديك ولا ما أديكش، هل تقبل أن تعمل مع شخص لا يعطيك يقينا بأنه سيعطيك أجرا؟ قال لي لا طبعا. قلت له الناس كلها ماشية وراء الأديان ومش فاهمة وما عندهاش يقين إطلاقا إلا في المسيح. ولذلك أول وعد عايز أتكلم فيه سريعا، نعم، عن ما يعدنا المسيح به إذا فتحنا قلوبنا وآمنا به واتخذناه ربا ومخلصا وفاديا على حياتنا وتبنا عن خطايانا ورجعنا له، أول وعد هو وعد الغفران. شكرا. الإنسان المديون ما بينامش الليل، بيقعد بيفكر في الدين اللي عليه والديان لما هيقابله هيدفع له امتى. عزيزي عزيزي المتصل، الوقت راح يخلص يعني بقالي بس دقيقتين ثلاثة. أنا يعني أشكرك شكرا جزيلا وكل عام وانت بخير، وأتمنى لك الصحة والعافية وأتمنى لك سنة سعيدة. شكرا شكرا جزيلا. تفضل يا خسام. أنا قلت في بيت صغير بس. نعم. قلت شر مخنول دقيهانا سخلة ولطم لبعدانا ماري شميانا شطلة إيد درح مختامة. هذا مقطع صغير. شكرا. من عندي من قصيدة. شكرا جزيلا. أنا أهدي هذا المقطع إلى فارس. شكرا. أنت جبت بحث العراق وإن شاء الله سنة جديدة تكون شكل وإن شاء الله تمتد إيد الله. شكرا. إيد يسوع على بلدنا الحبيب. أشكرك يا أبا. شكرا شكرا جزيلا. أعزائي المستمعين، كل حلقة أحاول شوية شوية أغير الجو تحت عنوان أريد حلا. أرجوك انتبه لأننا بحاجة إلى مساعدتك والمشاركة لحل هذه المشكلة. اسمع جيدا وأنت الحكم. مجيد وسعيد أصدقاء منذ الطفولة متحابين جدا في العراق، كان لهم قاصتين أي خزانتين، هاي الخزانة اللي يخلون بها الفلوس. كل واحد منهم كان عنده مفتاحين، كل مفتاح لقاصة، أي كل منهما يفتح القاصة مالته ومال صديقه ويأخذ وينطي الفلوس بكيفه. حلفهم الحظ أن يأتوا إلى أرض الميعاد إلى أمريكا. في يوم ما في أمريكا كانوا مسافرين، احتاج سعيد $1,000 استعارها من مجيد. رجعوا من السفر، قال سعيد لمجيد فلوسك حاضر ما أنساها. تعرفون الدنيا تطورت وأكثر استعمال الفلوس أصبح كريدت كارد. كان كلما يلتقي سعيد بمجيد يقل له فلوسك $1,000 حاضرة ما ناسيها. في النادي كلهم يلعبون وشليانة، مجيد يقل له السعيد لا تنسى الوشلي. يجاوب سعيد لا تخاف أنا ما ناسي $1,000 هي حاضرة. راح يوم وإجي يوم،
في يوم قبل العيد ذهب سعيد إلى مكتب مجيد. قال سعيد للسكرتيرة: أريد أن أقابل مجيد. قالت: غير موجود. قال سعيد: خابري خلي يجي هسه أحسن إلى. اتصلت السكرتيرة بمجيد، قالت: هذا سعيد دوخنا يومية جاي يريدك. قال مجيد: شربي شاي وقلي له مشغول ما عندي خلقك. قال لكن، قالت لكن اليوم اجا وبيده هدية عند باكس صغير. حينها جاوب مجيد وقال: قلي له تفضل اجلس معيب، لان هذه اكله مو شكله. طبعا الاوفيس كلها عندها ميانة ويا سعيد. قالت لا سكرتيرة: تفضل عمو سعيد وانطيني الهدية أضعها في مكتب مجيد. رفض سعيد. قالت: ديالله خما أنت مشتري لمجيد ساعة ذهب هدية $1,000 في هذا يوم العيد. طبعا تبسم سعيد وقال: أنت ما عليك، صبي لي غدا، ما أريد لا شاي ولا قهوة. المهم جاء مجيد مثل الطيارة وسلم على سعيد وحضنه، ومجيد عينه على الهدية. الآن انتبهوا على كلامي جيدا. سعيد أعطى الهدية إلى مجيد وقال له: هذه عيدانية، هذه عيدانية، مو قلت لك فلوسك موجودة حاضرة، هاك هذه عيدانية. استلم مجيد الهدية وفتحها وإذا $1,000. طبعا شكر مجيد لسعيد ووصوا صينية أكل محترمة. انتبهوا. بعد أسبوع جاء موعد الوشليانة. قال مجيد: يا سعيد لا تنسى الوشلي. ما جاوب سعيد. حينها قال الصديق الثالث اللي دي يلعب وياهم، قال سعيد: هاي أشو ما جيب الطاري $1,000 اليوم. جاوب سعيد وقال: بعد ماكو كلمة فلوسك حاضرة، لأنني قبل العيد ذهبت إلى مكتب مجيد وانطيت له $1,000. السؤال هنا: هل هذه $1,000 رجعت إلى مجيد وتوافينا أنا وسعيد، أم هذه كانت عيدانية وبعد مطلوب سعيد $1,000 لمجيد؟ طبعا هاي مجرد تسلية. طبعا الاثنين بعدهم كأنهم عايشين في العراق. ما هو الجواب؟ أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بألف خير. مرت سنين كثيرة وهذه سنة أخرى قادمة علينا. ماذا رأينا؟ ماذا شفنا؟ ماذا تعلمنا؟ ماذا حصلنا في السنة الماضية؟ إن شاء الله الكل بخير. وفي هذه السنة نطلب لكل مريض الشفاء، لكل مشرد الإيواء، لكل فقير غذاء، ولنصلي لأمنا العذراء حتى نتحقق كل مطالبنا وأمانينا. عزيزي المريض في هذا اليوم، يوم العيد، المرض يمكن أن يكون الشيطان الذي لا يريدك أن تفرح في هذا اليوم، لكن أنت أذكى منه وتقول: أنا لي يسوع وأم عذراء وكل المستمعين يصلون لأجل شفائك. وإذا أنت محتاج لا تيأس، لأن أفقر الفقراء كان الرب يسوع. وإذا أنت مشرد فانظر إلى المغارة، أين ولد يسوع وأين هو الآن. اليوم الكل إن شاء الله فرحان في استقبال سنة جديدة، وأهم شيء أن تعلمنا القليل من السنين الماضية والكثير من السنة التي كانت التي كانت مثل مبارحة سنة 2015. وإن شاء الله سنة 2016 ستكون 2016 مرة أحسن من السنة التي فاتت بعون الرب يسوع وإيماننا قوي به. آمين.
أعزائي المستمعين، أنا آسف جدا، أتينا إلى نهاية البرنامج، وأشكر الجميع على أصغائكم، وأشكر أبونا حنا سلاقة، وتسمعونا على برامجه من الكتاب المقدس ينبوع الحياة، وشكر جزير إلى المخرج المبدع جورج عربو والصغير دالن، وتصبحون على ألف خير. وطبعا هذا أول يوم من هذه السنة، إن شاء الله يكون أول يوم مبارك، والسنة كلها تكون مباركة، وتصبحون على خير، وشكرا.